السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير وصحة وعافية. نعرف مع بعض ان شاء الله ان انتي لو جالك مثلا ملاية فيها كرانيش، خلاص، فانتي هتحتاجي قد ايه لكل ملاية؟ تمام كده. احنا ارتفاع الكورنيش معانا ثابت لأي سرير 50 سنتي، خلاص، فانتي بيفرق بقى معاكي من جنب، جنبين، 3 جوانب للملاية. لو جنب واحد انت بتحتاجي متر، تمام كده، لان انت بتركبي الكورنيش من البورسل للبورسل، من البورسل للبورسل معانا عرض القماش 2.40 متر، فانت خديها قاعدة ثابتة ان انت بتضربي في 2، بتضربي في 2، خلاص. فانت هتحتاجي متر، تمام، وهتقسميه بالنص 50 و50، وهتشبكيه مع بعضه وهتكرنشي وتركبي في الملاية بتاعتك. جالك عايزة للجنبين، هتحتاجي من متر ونص لمترين على حسب الكشكشة بتاعتك. جالك 3 جوانب، هتزودي تاني من 2.5 متر لـ3، خلاص. هو غالبا بيبقى 2.5 متر، الا لو انت الكشكشة بتاعتك زيادة فهتحتاجي 3، وبرضه هتقسميهم على انصاص، يكون كل نص متر لوحده، وهتشبكيهم في بعض وتكرنشي، كل اعملي الكورنيش بتاعك كله على بعضه، وتركبي بقى ايه في الـ3 جوانب بتوع الملاية. جالك جنبين، هتعمليه من الجنبين، من جنبين للسرير، وطبعا هتشيلي الكلام دوت من العرض بتاع الملاية. يعني انت لو جالك كورنيش جنب واحد فانت هتقيسي مثلا السرير 160 وهتزودي 40 سنتي، يبقى انت الملاية نفسها 2 متر والكورنيش معاكي متر، تمام، هتقسميه بالنص وتركبيه، يبقى كده 2.5 متر بتوع الملاية خلاص خلصوا. انتي ركبتي نص متر بالفعل، وركبتي من قبلها الملاية الفلات نفسها مقصوصة 2 متر. هتركبي الكورنيش وبعد كده تخيطي الـ4 جوانب مع بعض، تمام، تعمليهم ايه تانية في تانية وخلاص على كده. ايه تاني محتاجينه؟ كورنيش المخدة الخدادية، سوري، الخدادية. لو انت عايز تعملي كورنيش الخدادية اللي هو الكورنيش اللي داير ما يدور ده، بيحتاج 0.5 متر للخداديتين. كل خدادية بتاخد 3 شرايط، 3 شرايط 8 سنتي في اللي هو الطول بتاع القماش اللي هو 2.40 متر، كل خدادية بتاخد 3 شرايط بالظبط، تمام كده. فانت بتجيبي 0.5 متر وبتقسميه على 6، 0.5 متر بتقسميه على 6 شرايط، هيطلع لك 8 و3 ملي، حاجة زي كده، يعني هو 8 سنتي بتطلع معاكي، بس تقصي كويس فهيطلع معاكي مظبوط. ما بتعرفيش تقصي قوي على ترابيزة وبمسطرة وقيسي 8 8 كده على 6 مرات، خلاص، وعلمي بالمسطرة وقصي، علمي بالمارك وقصي، تمام. ده بالنسبة لكورنيش الخدادية. بالنسبة لإيه تاني؟ في كورنيش صغير كده بيبقى محطوط فوق الكورنيش الكبير، كورنيش صغنن كده بتاع 10 سنتي، 8 سنتي في الحدود دي، ما بيبقاش أكتر من كده، خلاص. فانت دوت برضو نفس الكلام، بتجيبي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد 8 سنتي في شريطين، لأن كل ملاية قلنا لو اتجاه واحد بتاخد مرتين شريطين، 2.40 متر في 2، على حسب بقى العرض اللي انت عايزاه، عايزه 10 سنتي اعملي، عايزه 15، عايزه 8، براحتك زي ما انت عايزه، خلاص. ده الكورنيش اللي هو بيبقى بين الكورنيش الكبير من على الوش، بيبقى طاير كده من على الوش بين الكورنيش الكبير وبين الملاية، خلاص. وفي انت ممكن تعملي ملاية فلات عادي جدا، تمام كده، وبعدين بتقومي عاملة من تحت كورنيشة بتاع 15 سنتي ولا حاجة، 20 سنتي، فانت الـ20 سنتي دولت انت بتشيليهم من مقاس الملاية الفلات، يعني من قبل ما تقصي بتقصي مثلا 2.5 متر، فانت هتعملي كورنيش 20 سنتي، فانت هتقصي 2.30 متر، 2.30 متر، لان انت خلاص الـ20 سنتي بتوع الكورنيش انت هتركبيهم، الـ20 سنتي الناقص دول انت هتركبيهم في الكورنيش، خلاص كده. لو جالك كورنيش عايزة تدخلي ميكس لونين، ماتشنج لونين مع بعض، سادة مع مشجر،
احنا اتفقنا ان الارتفاع الكورنيش ثابت معانا 50، تمام كده؟ فانت هتجيبي، هتحتاجي بدل ما هتجيبي متر من لون واحد، انت هتجيبي متر من لونين، يعني هتجيبي نص متر مشجر ونص مثلا سادة، هتقسميهم برضو بالنص 25 و25، بحيث ان انت الارتفاع النهائي بتاع الكورنيش معاكي يبقى 50 سنتي. فانت هتجيبي نص متر تقسميه نصين وتوصليه ببعض خلاص، ونص متر من المشجر مثلا وتقومي برضو موصلاه ببعضه، ادي كده 25 مشجر 25 سادة، هتوصليهم بقى بالطول 2.40 متر، 2.40 متر يعني 84، ده هتوصليه كله بالطول مع بعضه الأول، وبعد كده تمسكي الكورنيش تعملي الكورنيش مرة واحدة. وصلكو ولا يعني لو عايزين ان انا انفذه لكم اكتبوا لي، تمام؟ انا كده بوضح لكم بس المقاسات مش اكتر. لو جالي الكورنيش 3 ادوار يعني 3 الوان، 2 مثلا مشجر، يعني مثلا الملاية مثلا سادة، الفلات من فوق سادة خلاص، ومن تحت 3 الوان في الكورنيش اللي هو الارتفاع 50، هتحطي مثلا 2 مشجر وفي النص سادة خلاص، 2 مشجر، المشجر سادة مشجر، تمام كده؟ هتجيبي، هنحتاج 30 سنتي، يعني انت كده ممكن تقسميها ايه، ان تخلي مثلا المشجر 15 سادة 20 مشجر 15، يبقى انت محتاجة كام؟ انت محتاجة 30 مشجر فوق، وبعد كده 40 اللي هو السادة، وبعد كده 30 تاني المشجر، بحيث ان انت هتقسمي بقى الكلام ده 30 هتقسميها بالنص 15 و15 وتوصليها. بعد كده اول دور، تاني دور المشجر 20 و20، تمام؟ اللي هو 40 سنتي هتقسميها على 2، 20 و20 وتوصليها برضو، عشان يبقى معاكي العرض بتاع الكورنيش كله 84 اللي هو 42 42 عرض القماش خلاص. وبعدين تاني المشجر، الدور التالت المشجر 30 سنتي، بحيث ان انت برضو هتقسميه 15 و15 خلاص كده. وبعدين هتقومي موصلهم بقى ببعض بالطول، بطول 84 دول هتقومي موصلهم واخده خط خياطه واوفر، طبعا طبعا الاوفر معاكو اسيف، الكورنيش بيحتاج اوفر رهيب، تمام؟ هتحتاجي ان انت تعملي، هتوصلي بقى ال 15 20 15 دول المشجر والساده والمشجر، هتوصليهم الثلاثه الاول مع بعض، وبعد كده تاخدي مكان ما انت هتركبي في الملايه خلاص، هتقومي واخداها تكرنشي المسافة كلها، وبعد كده تبدأي تركبي في الملاية بتاعتك، تمام؟ يا رب بس تكون الفكرة واضحة لكم. والله انا كاتبة في الورقة قدامي عشان ما انساش حاجة مثلا انتوا محتاجينها. فانت كده لما تيجي مثلا تشتري القماش، فانت هتحتاجي ليه الكورنيش بس 60 سنتي، انت كده عايزة 60 سنتي سادة، واربعين سنتي 40 سنتي مشجر مثلا اللي هو الكورنيش فوق وتحت، والسادة 40. فانت الكلام ده طبعا لما انت بتيجي بتحسبيه، ده حسابك للكورنيش لوحده خلاص. فانت لما بتيجي بقى تحسبي كده للطقم عموما، سرير مثلا 160، نحسب لكم طقم مع بعض، سرير مثلا 160 خلاص جنب واحد، تمام؟ فانت بتحتاجي للملاية 2.5 متر، الملاية معانا اصلا 2.5 متر، فانت هتركبي كورنيش جنب، يبقى انت هتحتاجي الملاية لوحدها 2 متر، 160 و40، يبقى انت محتاجة الملاية لوحدها 2 متر خلاص. انا هحسبهولكوا واقولكوا على لون واحد، وانتوا اما تيجوا تحسبوا ابقوا ايه، افصلوا عايزين ايه سادة وايه مشجر، عشان بس الدنيا ما تهش معاكوا قوي. ادي كده الملاية معانا 2 متر خلاص. عايزين بقى كورنيش لجنب واحد، فانت هتحتاجي متر كورنيش، تمام كده؟ هتحتاجي 2.25 متر مخدتين وخدديتين، هتحتاجي نص متر كمان لإيه؟ للكورنيش بتاع الخددية، لو هتعملي الكورنيش خددية داير ما يدور، ده كده كورنيش جنب واحد لون واحد، عايزة لونين براحتك زي ما انت عايزة تجيبي، هاتي عايزة لونين، هتفصلي بقى عايزة ده كورنيش سادة مثلا، هتجيبي مثلا الملاية 2 متر لوحدها مشجر، المتر
المتر ونص كده سادة، فاهميني؟ يعني ممكن تجيبي مثلا كده، لو هتجيبي مثلا الملاية مشجرة، خلينا مع بعض للآخر. لو هتجيبي الملاية مشجرة والمخدات الخداديات برضو مشجرين، وهتدخلي بس الكورنيش فيهم سادة، تمام؟ يبقى هتجيبي الملاية مترين والمخدات الخداديات مترين وربع، يبقى انت كده عايزة 4 وربع مشجر، خلاص؟ وعايزة متر مشجر للملاية اللي هي كورنيش جنب واحد 50 سنتي، ارتفاع 50 سنتي، وعايزة نص متر عشان تعملي كورنيش للخدادية، داير ما يدور الخدادية، تمام كده؟ يبقى انت عايزة متر ونص سادة، يبقى انت عايزة 4 وربع مشجر واربعة ومتر ونص سادة، تمام كده؟ يا رب تكون الفكرة واصلة لكم، بس يعني الدنيا مش سايحة معاكم. خلاص، ده بالنسبة لو انت عايزة مثلا مشجر والملاية الطقم كله مشجر والكورنيش بس هو اللي سادة داخل معاك. في ناس بتعمل حاجة اسمها قلاب، خلاص، بتتحط على الملاية من تحت في الكورنيش نفسه، 15 سنتي مثلا، 10 سنتي، بيعملوها زي القلاب كده، وفي ناس بتركبها عادي في ال يعني في ال في الكورنيشة من تحت عادي. فانت دي ممكن تحتاجيها مثلا 10 سنتي، يعني 20 سنتي، خلاص، دي بنتي بتركبيها في الملاية، تمام؟ صباح الخير يا لولو، ثواني بابا عشان بصور حاجة. انتي بتركبيها في الملاية، تمام، من تحت في الكورنيشة، من تحت الكورنيشة معاكي 50، انتي عايزة مثلا هتركبيها طايرة، ماشي، هتثبتيها على الكورنيش نفسه، يبقى الكورنيش نفسه معاكي ثابت 50، وانتي بتركبيها يبقى دي زيادة معاكي في القماش، هتشيليها من الكورنيش يبقى هتعملي الكورنيشة نفسه 40، وديت من تحت 10، تمام كده؟ بس ده بالنسبة اللي هو الكرانيش، وان انت تحسبي ازاي الكورنيش تاخد معاكي قد ايه قماش والكلام ده كله. طبعا يا ريت ان انت تكوني حاسبة الطقم بتاعك محتاج قد ايه قماش قبل ما تروحي للتاجر، لان انت مش هتروحي تقولي له انا عايزة اعمل، انا عايزة اسوي. التجار عموما في ناس ما بتهتمش قوي يعني بالقص، اصل هما مش بيقصوا، انت حسب ما انت بتعملي مقاساتك، انت مقاسات طبعا التفصيل غير الجاهزه خالص، فهم ممكن يودوكي مقاسات الجاهز فتلاقي نفسك انت لبستي في عيد. طب ليه؟ طب ما انت خدي مقاساتك انت قبل ما تنزلي، وبحيث ان انت تبقي محدده ان انت مثلا عايزه قد كده ساده قد كده مشجر، انت بتنزلي بس اللي انت تختاري الوان مش اكتر من كده، يعني انت انا عايزه اعمل الطقم الفلاني، انا عايزه بس كده مشجر وكذا ساده، وتنزلي تختاري ده مع ده ده مع ده كده وخلاص. لما ما تروحيش تقفي قدام التاجر ولسه تطلعي الاله وتحسبي ومش عارفه ايه والكلام ده، تاخد معاه وقت معاكي فظيع. انت لما تنزلي حاسبه شغلك انت عايزه قماش قد ايه والكلام ده كله، انت خلاص هتجيبي حاجتك على طول وترجعي على طول. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.